دوس دوس أرضنا دوس وطننا. وين جدودنا من أبهاتنا كم 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 سنة ده؟ أثناء الخريف البردل بكان دق لنطينا وبقى المساء أكل ننشغ بهن. عندنا ناس عادين نخلوهم مخرف هنا. هنا كان ننشغ البقر ودر النجو. بقتلوا صيدنا بعد الصيد بقتلوا أخواننا. أنا لا شيء شفت شيء ده شفناك ما وافقنا. سنة مكاتب وسنة أمضية هنا 25 نادم يعني ضد البركاني. أي زول جينا نقولوا الليل ونهار كان شفتوا نادي عنده جواد عنده جمل ما عجب كذا تعرفوا إنه يروح الحكومة. قدام الحكومة سوينا صداقة وسوينا أمان الحكومة ادونا تكوي وقاعدين معهم كلير. خلاص ومن من نهار أفريقيا مبر جات من خدمنا ده بركاني كله ما فيه. خلاص بدأ من الفريق العدل وطور بيجي سمح والعافة جات ناس أنا زاكم ده قال إنه ساعدوكم نجيبوا لكم لكون يقول رجالكم دول يقروا عشان قلتوا ساعدتونا إنه كنا ساعدوكم نجيبوا لكم لكون يقروا رجالكم يعني يعلموا يعني أنتوا جبتوا العافية 100%. If you want local people to value a park, then it's important that they benefit from the park. And there are many ways that a park can bring about benefits to local people through employment, through infrastructure, through support with clinics, with schooling. Having a society living around the park that values the park is so critically important. We're going to the park. The park is going to be here. وكان فيها بارة كلها تنفع سيتا بس هسه كان عندي بارة ده قلت له تجلي ولا جيت لبارتي ما جيت للبرك كان هسه عندي بار 10 20 100 كلها